انا مواطن من مواطن من الحوفيه، منطقه الحوفيه، مواطن مدينه حافوز، لكن نتكلموا على الكميه نتاع السميد موصل 12، فهمتني؟ تو جايبينها في المستودع نتاع حافوز والفوضى، نحن اصحاب رخص اللي هذه، وانت اللي يحكم عليك مول الشركه يقول خذ 10 شكاير برا تصرف، فهمتني؟ الكميه هذه ما تكفينيش، نطلبوا من السلطات ان تعطينا كميه باش توفر لنا المناطق الريفيه. واليوم الفوضى اليوم؟ الفوضى اليوم راهي موجوده، وهي فوضى قاعده موجوده تو، فهمتني؟ ونطلبوا من السلطات ان يتصرفوا معنا كيفاش باش نعملوا حل، يعملوا لنا حل باش ناخذوا كميتنا كامله، فهمتني؟ وشكرا. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.